معلم معلم قبل مقدمة تعال 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 فتح المصنع يلا جاي 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 هلا والله شباب شو اخباركم يلا نحن هلا بالمقدمة تاعتنا عند المصنع فتح المصنع وسوري يعني بضرب فيك انا لا لا نحن اصدقاء اصدقاء شو متوقع الفاكهة تطلع مش عارف بس انا بادي صوتك سنة بدي اوطي صوت اللعبة طيب هلا بالشباب اخباركم مصنع على طول من اولها كنا نحكي عن اللي يروح عند المصنع كده مثل الفيران اصلا دي نحن مو مثل الفيران يعني بس قلنا يعني حرام اجا وقعت من الكذب وقعت بس بادي شايف في خاين في الموضوع انا مين كالعادي يعني اعوذ بالله كالعادي يعني انا في واحد خاين فينا اتفقت معاه قبل فترة ايش قبل فترة؟ امبارح لسه اتفقت معاه نطور اسلوب اليوجين ايوه ونعمل رايد لفاكهة معينة مين هذا؟ جيت عم تصور الحين... حدا غيري؟ جيت الحين لقيته مغير الفاكهة مين؟ مين غيرك يعني انت؟ بتكش تبطل الحركات هذه انت بهدي مين؟ طب صديقي يعني يعني والله الصدفة يعني أول شيء تغيير الفاكهة يعني قلت أجرب اجتني هدية يعني يعني بدك يعني شو اسمه اسمع مش عارف أكذب يز أخذتني على غرة أنت فاهم أخيرا أخذتش فاكهة يا عمي سيف مهوك هذا زنخ بأخذ كل الفواكه إيش عطاك ما ضربت سيف مهوك أقسم بالله ولا ضربه معقول ما انت مش عارف ايش فينوم مو انا فينوم ف يعني طيب انا عارف فينوم بقول انا شايف مش شايف الضربات انا تعال 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 صديقي تعال بدي اشتري فاكهه شوف بدي يطلع لي لا لا اول شيء تعال المقدمه ما عملنا المقدمه خلاص مش مشكله شباب اللايكات دعمكم واليوم في سحب كمان بودا هلا والله دراش اخبارك اليوم حلو لا 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 كمان سحب اليوم حنعمل سحب كل يوم سحب صدق لايكاتكم يلا صناديد يلا بينا نشوف الفاكهه يلا بركي بينسى موضوع الخيانة لا لا فيش مش ناسي لسه يا معلم في لك عقاب جاي. كمان مجهز لك يا عم عارف الدار كبادي اليوم هذه يمكن رابع مرة تطلع لي الحب لا ايش الحب هذه فاكهة الحب إيش هاي لا إيش يا الزلم شو فاكهة الحب ايش هاي لازم تكون انت تعرفها تعال برا عشان نشوف جرافيتي منون تعرفها يا زلم خد صلا غالي الجرافيتي شو عندنا اليوم عندنا اول شيء عقاب لك اللي لسه انا مش عارف ايش هو بس حطبخ لك اياه الحين طبخه كويسه غير هيك معلم احنا كنا بدنا نعمل اسلوب اليوجين بس مش هنعمله ليه اسلوب لازم يكون 400 ليفل وانا ما قدرتش ليفل 400 فيش عندي دبل مايستر شكل حجيبها بدي احاول اجيبها بس ما اشتريهاش بدي احاول اجيبها تجاره فواكه بدي احاول ان شاء الله اقدر اجيبها فلازم ليفل 400 انا عندي 317 اقول لك من وين بتجيبها ديسكورد شوب حتلاقوا تحت بالوصف في واحد شفته عم ببيعها بكريدت صديقي ورخيصة خلص بنشوف طيب لعب على العقاب بعدين العقاب بعدين إن شاء الله لا في عقاب برضو حتى لو بدك تجيب لي شوب مش عارفين في عقاب برضو على الفاضي ما تعملش إنك أنت برضو في عقاب طيب المهم معلم بدنا نعمل شغلة تانية بدنا مش عارفين نعمل إحنا أسلوب الكونغ فو هذا الووتر إيش رأيك نجيب أسلوب سوبر هيومن نجيب أسلوب سوبر هيومن بيطلب منك إنه الأربع الأساليب البقيات يكون ليفلهم 300 طيب أنا ويكون معك سانجي 260 والله بتقدر تلفله بسرعه هذا ويكون معاك 3 مليون بس هاي اللي بطلب منك اسلوب سوبر هيومن الفلوس لا الفلوس ما معي كم معاه معي بس 11 مليون انا معي 4 مليون انا حفلس طب اسمع صديقي قبل ما تطبخ العقاب تطبخ هلا ولا شو مش عارف قاعد بفكر صديقي نحن صلنا 16 مليون الف حلقه معلم بام هالكافيه في دوفلامينغو فوق قاعد هناك بص معلم بص بفيدنا بالتلفيل روح شو رايك نروح لعنده ونفتح ونشوف شو موضوعه يلا شو بيعطينا بده فاكهه هو صح بس ايه بده فاكهه ابو مليون شو رايك بالطاقيه الجديده هذه طاقيه لاو مبروك يا معلم اوكي وصلنا هيني دوفلامينغو هذا ولا شو اسمه هنا دوفلامينغو طب ماشي بس في شغله ثانيه تاعت من كلمه السر كانت على طاوله من الطاولات يا بادي في ايوه هي شايفها هاي معلم ايوه هذه بنعملها ايش رايك نعملها اليوم برضو المهمه هذه يلا بنعملها اليوم معلمنا نحكي عند هذا يخرب بيته اقسم بالله نصاب دوفلامينغو مليون طب بدك تساوي خلاص
تاخذ لازم هو شرد شرد من العالم الاول عشان يجي يشحد هنا دونت ايش قال بدك بدك ترفع له الفاكهه بوجهه ترفع الفاكهه لا يا رب تحكي معه والله من ذاكر شو صح والله تمام يلا نروح نموت ترجع تحكي لا خلاص تحكي تاني لا يا زلمه لا 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 بدك تحكي ما تاني اخذها منك خلاص خلاص مش لازم احكي خلاص فتحنا يا انا يلا نروح نموت مرتين يلا يلا بادي هذا دير بالك هذا دمه بيزيد مرتين وحيقتلنا انا متاكد يعني حيقتلنا بسم الله معك معك بادي وشو اسمه ودراكس وينه اي تعال هيو صديقي هيو شوف قاعد انا قاعد بضغط على زراير ثانيه ملاش دخل هذا حيموت يا معلم لا 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 هذا حيزيد الحين بتحول ها الحين تحول كان الزفت الحين يعني تحول قوي اكثر اللي بدك اياه تقول قول حبيبي هو في الحين لو مسكنا حيقتلني الله يرحمه الله يرحمني وينه ايوه الله يرحمه نيو انلوك ولا ما اعطاني سوان شيب اعطاني السفينه وسيكرت السفينه بدنا نظارات احنا عم بدناش سفينه بدنا نظارات انا ما لي قاعد بقعد على الكراسي هذه كلها وين رحت هون فوق عند الكافيتيريا فوق عشان لقيتك العقاب يا معلم لقيتك العقاب وش العقاب بدك تعرفه الحين ولا كمان شوي تنصدم لانه لا كمان شوي بالله عليك كمان شوي طيب تعال 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 نخلص مهمه هذا صاحبنا لا بده يعني نذبح 50 سوان بارتس هذول هايته موجودين هنا كم ليفلك صديقي هذول هم عندي ليفلي 1100 بس الاسلوب ما قدرتش الفله والله صديق ازود لك الخيانات ولا خلص معك لا انا راح اعترف صديقي يعني انا لانه كنت بلفل الفينوم طيب وصلت 1110 10 ليفلات فرق بيني كمان 10 ليفلات مش مشكله بس العقاب يعني العقاب حيدمرك لا ما انا قلت الصراحه لازم تخفف العقاب تخفف لا مستحيل هذه رقم كم مبادئ يعني مو بيقولوا بالصراحه راحه بالصراحه راحه لك انت للخاين يعني مش للمخيون فيه مخيون انا عارف يا زلمه تدقش كثير اوي عشان بدي يضربني هذا عشان كنت بدي اقول اني وقفت التسجيل يعني بستنى بس تخلص خلصت يا انا 48 عندي هدول اثنين خلصت كنت بدي اقول لك خلصت يا كلمه هيك بدي نبطل يا خاين يا ضعيف زمان خلصت انا انت قعدت سنتين بعدين من غير بوده كمان من غير بوده هاي ها قدام الشباب هاي قدام الشباب اقول لا تخليني اتخانق معك بالفينوم هلا اوريك الضعيف ايش بدك تسوي بالفينوم ولا حاجه تسوي تعال خلصنا المهمه هاي الحين احنا المهمه تاعتنا كلمه السر مو بالاستوديو يا ضعيف انا خلصت المهمه اشي خلصت طيب انا كنت استنى فيك زهقت وانا قاعد بستنى ما حدا شاف انا حيقصها بالمونتاج اصلا طيب انت تقول لي معك فينوم طب ايش رايك ندخل المواجهه يلا بينا الحين خلينا اصلا مهمتنا اي الحين مهمتنا هناك صح هي صح مهمتنا هناك ندخل المواجهه هناك يلا تعال بس نشوف هذا صاحبنا ايش بده صح لازم نحكي معه يلا بس لنشوف جريت وورك ايش بس خلاص هي جريت وورك ناو فور جيرمي ليدر فايند ذا ديفيت جيرمي يلا وصلت يا معلم يلا بسم الله انا بس ان شاء الله انه ينحسب لنا نحن اثنين لا بينحسب يا عمي بص هذا طب يلا اقتل انت انا ضربت كثير حاس حالي اوكي احنا طلع لك أيوة. هذا تكتب بارتيو يو هاف ديفيت مي بس بقول لك روح هذا هي وين قال انت قريت وين قال تورنمنت جاهز ليش جاهز؟ للتحدي قبل ما نحرر الأسرة؟ يلا روح الحقني تحدي مين؟ وين رايح؟ تعال مش عارف وين تعال بقول لي تعال المشكلة هو لما عمل حالي فاهم بالماب يا يا عم معلم وين رحت؟ شو معلم؟ شفتك مستعجل على موتك؟ ايش بتساوي فوق؟ وقفة الأبطال هاي طب انزل ورينا وقفة الأبطال انزل أخوي شفت النزلة جاهز؟ ادخل انت اللي جاهز مش أنا بسم الله من مره واحده مره واحده ايش يعني وان سايد انت بتتحول وانا بتحول يلا بلشنا يلا. تحدي فينهم ضد بوده خذ
انت بتدمج ولا ايش؟ ما مبين انك بتدمج. الله يا عمي عاملين الله احنا. يلا 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 اشتغل يلا اشتغل هاي يا معلم. انت حاولت معي يلا صح. انت حاولت معي مالك حبيبنا. هدي 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 صلي على النبي. هدي ايش عليه الصلاة والسلام؟ مالك شو بعمل هيك؟ هي البوذة ايش حتحسب انت؟ مو ترى لسه والله ما انا شايفك سدي. لا ما هي كيف هي قتلني؟ المفروض متت صح؟ ولا لا؟ لا والله ما متت. خلاص انا تركت لك اياها الموت. الف مبروك. المنطقة هي صغيرة صغيرة. هذه الحلبة اصلا اسوأ حلبة في الدنيا. المهم يا معلم اكلتها على راسك اخيرا. فيش معك سيف مهوك؟ فيش معك سيف مهوك الحين؟ تقدرش علي بدون سيف مهوك على الفاضي. الف مبروك الفوز يا صديقي. الله يبارك فيك. يلا هاي هون المهمة. يلا هلا حنتشمت. حيتشمت فينا. يلا اول اشي حرف الواي تكبس عليه. هاي الواي تيجي عليه. اوكي بعدين حرف الثمانية هون هون هون. خلاص انت امشي. ايوه ايوه اوكي. بعدين حرف الاي هذا. يلا اوكي. بعدين حرف الاس. هاي حرف الام. اوكي هاي هون. اف حرف الاف هذا. ان تمام. بي هون. يا سلام اعطانا المعلم. بس مش حينفع الحين. هاي يلا يا معلمين اطلعوا. هوي حررناك اكبر. بس مين هذا؟ هذا كينج ريد هيد توك. هذا هو كينج ريد هيد. شو بده؟ يو كم باك وين يو ابس. مش عارف مين هذا عشان ينقلك على العالم الثالث يا معلم. هذا اللي بينقل للعالم الثالث؟ يس. شو رايك؟ الخوذه صح ولا ناسي؟ هوي خلينا نشوف شو طلع. طلع الشكل كيف؟ شكل بخز يا زلمه. بس هي مكان الشكلها هيك. هذا تعطيك معلم 12 مور دمج اون ميلي والسورد اتاك اند 5% كول داون. هذه الكول داون اون ميلي بس. اسمع علي شو حبيبي. تعال تعال العقاب يا معلم. عقاب ايش؟ عقاب انك خنتني في الفينوم والامور هذه اللي عملتها في الحلقه كلها والليفل. طبعا تقدر تشتري فاكهه الحين ولا لا؟ يمكن. مش عارف ما ظنيت. تعال شو ساعه لسه باقي عندي. ساعه وثلث. ساعة وثلث. احنا اشترينا مع بعض اصلا. يا الهي شوب الفوك اللي برا ما زبطش معي. شوف لك شوب هذا ايش فيه. في بومب في ماجما. يا سلام. اوه في رامبل كمان. شو اشتري الرامبل؟ رامبل مين؟ رامبل والناس. اسمع انا عارف انا اكتر فاكهة قهراني عارف ايش؟ فاكهة السموك. فاشتري السموك يا معلم. ليه 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 الحقد هذا؟ شو ليه؟ هذا عقاب. مش توقف فاكهة انه يصير في عقاب؟ ما بدي اشتريها دقيقة. ما راح اشتريها. ايش؟ عندي اياها بشو الشندل. ليش اخسر عليها فلوس كمان؟ 100,000 لا بدك تخسر. شو حبيبي اسمع انت اسمعني خليني اقنعك. خليني اقنعك. اقنعني في ايش؟ نحن هلا مو رايحين في لسه عندنا مش عارف ايش سيف سينجوكو هذا. سيف رينجوكو اجل لي موضوع العقاب لما نخلص السيف. ما انا كنت بدي احكي زي هيك اصلا يعني. فكرت قلت خليك تيجي تساعدني لمصلحه الامر يعني. تيجي تساعدني يعني فيه لاني بدي السيف. انا سيف رجوكو بدي اياه. تيجي بتساعدني وبعدين بصير العقاب. انا وصلت. يلا يا بطيء. لسه 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 انا هاني جاي جاي. انا المفروض انا بهالحلقه معلم انه ما اغيظك فاهم. المفروض تسلك. شغل كل شيء. ايه يضرب يا عم اضرب. لا تخاف معك فينوم. هذا زنخ زنخ دمه زنخ. ايه ايه بس اعطاني المفتاح تبعه امبارح. شفت عم شفت كل حاجه بالحلقه. كنت رايح بدك تطور ومش عارف مين وهذا ما طورت شيء. شفت لما اخذت مفتاح كايدو. شفت انا قلت معلش دراكس سامحني بعدين مش عارف ايش اللي صار ورا الكواليس بطلت انت عارف. معلش دراكس سامحني اخذت المفتاح. طب شفت يعني والله فكرت هي اعطانا المفتاح. وين اعطانا المفتاح بس على الفاضي. احنا استنى سنه في شيء نسيناه. ايش؟ سوبر هيومن. سوبر هيومن باخر العقاب. راح اجيب الصندوق الان كود يطلع فيه مفتاح تيج. سوبر هيومن يا معلم راح نروح على جزيره الثلج جبال الثلج هذه. لا لازم نحن نطور الاساليب صح؟ الاساليب صح. انت لسه مش ملفل كمان صحيح. والله يا بادي يا معلم شكلنا شو حبيبنا؟ شكلنا مش حنجيب سوبر هيومن. مشكلتنا باسلوب سانجي. وانا عندي مشكله اكبر باسلوب سانجي اكبر من مشكلتك. عندي 24
خلاص هيك بدي كنت احكي لك شغله بس بالنسبه للتلفيل انا مش هلفل لاني بصراحه قرفت حياتي من التلفيل. انا قرفت حياتي اكثر منك صديقي بس هيك هيك بدنا نلفل 100 ليفل عشان هيك هيك بدنا الاساليب. وشوف انا هلفل ايش بيطلع معي المهم الفل الاساليب اذا لفلوا معي قبل 100 خلاص حوق. يلا ضيف يلا معلم يلا بسم الله الرحمن الرحيم ثبت لك يا كبير اعطيه على راسه يلا روح الله يرحمه موت. خلاص يا عمي والنظارة يا عمي النظارة يا عمي اعطاك النظارة ما نزلنا ايش ما اعطاني الهوى يا زلمه. الو الو اقول اسمع ايوه سموك 100,000 جدي الله يرحمه عم بده ياني. في رامبل يا زلمه في رامبل لا 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 الرامبل السموك لسه احسن لك مش حتفيدك الرامبل مش حتفيدك عم عملها جيفت لإلك ايش بدي فيها انا زهقانها زهقان الحساب الثاني مليان سموك مع السلامه فينوم يلا تعال هات السيف موك تبعك وتعال ما اخذت لسه اصبر يا زلمه اصبر اصبر هبطت شكلي يا زلمه بردت الدنيا عندي يا حرام يا حرام تاكل سموك بدل الفينوم يا اله طيب عندنا الاكس انا بستناك في الحلبه بعد هيتني هناك لحد ما تخلص شو بدك بالحلبه بدك توجهني هالحين كمان انت شو كسبت علي مره وما. طيب بس بواجهك بشرط مش بواجهك بشرط من غير بوده لا انا بود انا اللي بتشرط مش انت. يلا في احنا عاملين تحالف عاملين شيل التحالف كبير يلا بالدبكه كبير الله معلم هاي ولعت ارجيله هاي يا زلمه. ايش ها بنضربش والله بنضربش ليش لا الحين نضرب تعال 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 يا ولد انت ما عم تنضرب ليه لاني بوذا يلا يا كبير جي جي يا معلم عمل تضرب عشان تعرف بعد كيف تخوني مرة ثانية خلص هيك أقول أقول أقول. ايش تقول خلص العقاب العقاب لا لسه لما تخلص الحلقة بخلص العقاب لا 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 ايش لا 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 عشان بتعرفش تحكي معي ولا كلمة يا زمن لا لا يلا الحين بدنا نطلع ايش بدنا نطلع من السيرفر ونروح نعمل حرش بزمتك دراكس نعمل حرش وانا سموكي لا 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 كل بودا الحين خلاص بودا انت حكيت بودا كان اسمك بودا اروح اكل بودا حكيتي خلاص كل بودا خلاص ايش انت مالك كنت مصدوم ولا ايه بودا اهلا وسهلا بودا اخيرا اسمع ابيك تواجهني الحين الثالث سابت عندي ايش اورجيك تواجهني قلت لك انا اللي بحط الشروط لا لا هالمره مواجهه سلميه مواجهه سلميه مش محسوب يعني بس برد اعتباري فيها بروح بمر الست السوالي وين وين الجسر انا قاعد بدور على الصندوق اللي انا نسيت وين محطوط معلم انا جاهز انا بس عامل رسيت السموك اوه اوه دراكس دراكس ايش ايش دراكس ايش لقيت ايش عبني محتيج لا لا مفتاح هيك والله بجد والله عارف انت لما طلعت الصوت هيك عملت زي هيك فكرتك انحرقت ولا صار شيء معلمتي معلمتيش معلم دراكس ضيعت يا الله انت عارف وين تيتش ولا مش عارف عارف جزيرته عارف بس طب خلينا نروح مع بعض يلا هينا لحقك لحقك وشاحه اقوى وشاح في العالم الثاني يا محمد يا زلمه شوقتني يا زلمه وبسم الله الرحمن الرحيم ونبدا المواجهه ما تيتش المواجهه ما تيتش بس فين يا معلم هون 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 حطه هون اي تيتش ابكى يا معلم والله هذه قوي دير بالك والله قوي على نفسه على نفسه اسمع هلته ما عم بيروح انا ما ما انا بقول لك ثبتني 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 طب انت بتثبت ولا بثبت كمان مش بس انت خذ هات كمان خذ يا معلم امي موتيتش يا قوي معلم للحين ما ضربني ولا ضربه ما هو مركز علي يا معلم مركز على اقوى هو دائما اي على الاقوى على الاقوى مين ضربني روح مصنع اسبن هون يا زلمه يا ذكر اسبن هون والله موت موت انا قلت حنموت ما اعطاني شيء يا زلمه 3000 ما اعطاني شيء نيو تايتل يا الله سلام عليكم يا مصنع روح 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 صح سي تجي فيه والله بتيجي فيه السي كويس اعطي 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 انا حابب اضرب بوكسات هيك اخذنا ايش فاكر ايس
الحين كنت اروح افتح صناديق بس خلاص ما لهنش لزوم. هاكي هاكي يا معلم اضرب يا عم ليش بعلق بحس انا هذا اي يا عمي موقعش وقع لك رينجوكو ولا رينجوكو ولا مينجوكو. اعتقد كفايه العقاب اللي اكلته اليوم. وربي وربي لو ما قلت لي روح كل بوده يمكن ما كمل الحلقه. خلص العقاب هيك خلص خلاص. نبدا 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 يعني صفحه خيانات جديده باذن الله. صفحه خيانات جديده. الى الان انت مش معضل؟ ما بعرف شو عم بصير معك. مش عارف لسه نوب. لسه نوب. لا لازم 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 500 لايك قبل ما ينتهي المقطع تاعك عشان والله كانوا حيجيبوه الحلقه اللي فاتت كانوا حيجيبوهن بس عارف فرقتها كم 70 لايك بس. لا هالمره حيجيبوها هالمره لانه في تيتش في الموضوع. كل يوم في سحب على فاكهه يا صندي اليوم في سحب على بوده باذن الله تعالى. انا قاعد بحوش في التنين بحوش لهم 5 تنين واعملهم سحب 5 تنين. والله عندي واحدة تنين بس مخليها شوي لحد ما المشاهدات تعلى اكثر. طيب الشباب وزي ما قلت لكم ان شاء الله لما اجيب الخمسة تنين ان شاء الله هعمل عليهم سحب. اذا جبت يعني 5 تنين او 5 فينوم او 5 شادو ان شاء الله هعمل السحب على طول في الديسكورد زي ما عملنا المره اللي فاتت لما عملنا سحب على السول. فمشكور يا معلم بادي حبيبي. الله يسعدك. الله يسعدك. الحلقه الجايه لازم يا صاحبي نلفل الميت ليفل هذول او الليفل الاساليب اللي عندنا عشان نجيب سوبر هيومن. فيا معلمين تنسوا الشباب من اللايك ومن الاشتراك معنا اذا مش مشترك معنا يا صاحبي. ومن هنا ابطال الحلقه القادمه ان شاء الله براكم على خير وسلام. ليش احنا بنعمل حركات هذه لما نخلص؟